السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من حلقات برنامج تصميم وطن. وزي ما متعودين كل مره بنجيب تصميم ورانا ونبدا نشرحه حته حته بالتفصيل ونقول ايه اللي فيه. دي عباره عن جراوند فلور في بيت في مدينتي. الجراوند فلور عباره عن 100 متر او 110 متر، معمول بستايل مودرن شويه على حته كونتمب وميكس ما بينهم وما بعضهم. يلا نتكلم على الخامات بسرعه. بالنسبه للارضيات، الارضيات معموله هنا رخام اسمه كلاكاتا داخل معاها خشب تك. ده مع ده المشكله ما بينهم دايما وبين بعض، فتلاقي ما بينهم بعض. الاثنين دول معمولين خامات طبيعي، بس المشكله هتبقى غاليه شويه غير الخامات الصناعي، غير الاتش دي اف وغير الخامات المصري. بالنسبه للرخام عباره عن الخامتين دول بالنسبه للارضيه دي. لو جينا نتكلم على الحيطان ولنا فيها كذا تفصيله، تعالوا نقول بسرعه الحيطان دي عباره عن ايه. اول حاجه احنا شايفينها الرسمه اللي ورانا دي رسمه الاستليشن موجوده مرسومه فيكتور عالي جدا ومطبوعه على ورق وملزوقه على الحيطه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ثم بعديها حطه عاديه جدا جراي من انواع الدهانات الجميله من جوتن. لو دخلنا على السقف جيبسون بورد غاطس، حط فيه سبوتس، حط فيه اضاءه، حط فيه تراك لايت، نحط فيه تكييف. ده معمول فيه التكييف زي ما انتم شايفين، في جريل التكييف رايح وفي جريل التكييف راجع عشان الفيلا دي كان سقفها يسمح بكده، عشان الدروب اوف بتاع التكييف انتوا عارفين كونسيلد عباره عن تكييف بياخد 40 سم. معموله بسيستم التكييف في الفيلا دي معمول اسمه الفي ار في سيستم، وشرحناه قبل كده في حلقات قبل كده، ممكن ترجعوا لها. الجيبسون بورد مش بس فورم، كمان فانكشن، بنحب نحط فيه كل حاجه والانفراستراكشر بتاعه البيت كامله فيه. نخش على الفرش ونقول ان الفرش دوت من بنتلي هوم وتورزادي. تعال نخش على الاضاءات. الاضاءات موجوده من روش بوبوا، عنده اضاءات موجوده زيها موجود في مصر، موجود شبيه ليها. الالوان السائده في المكان عباره عن جراي بالابيض، في لون كده في الصوفة اللي انتم شايفينه جرين فاتح خالص. الحاجات دي بتبقى تكوينات واحنا حملنا للتصميم دوت علشان يطلع بالمكس والكوكتيل اللي انتم شايفينه ده عشان يوصل للليفل ده. يا رب يكون التصميم عجبكم، يا رب يكون الحلقه عجبتكم. لو انا نسيت حاجه ممكن تكتبوها تحت الفيديو ابدا اجاوبكم عنها واحده واحده. وباذن الله يعني نشوفكم في حلقات جايه، وما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، وباذن الله نكمل معاكم حلقات بنفس الشكل على خير. وشكرا ليكم، باي باي.